أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. مكاسب نوعية جديدة للجيش اليمني في محافظة صعدة. الصين تهدد بمواصلة عملها العسكري فوق تايوان. إدانة كبير أساقفة أستراليا بالتستر على التحرش الجنسي بالأطفال. أما في أخبارنا الصحية، دراسة طبية تشير إلى أن التخلص من أحذيتك بعد العودة للمنزل يخفف من وزنك. تناول البيض يومياً يقلل من مخاطر الإصابة بالقلب. وفي أخبارنا المنوعة، باحث سعودي يصمم روبوتاً ناطقاً باللغة العربية. ولي عهد الدنمارك يشارك بماراثون ملكي يمتد لمسافة ميل. وأخيراً باراك وميشيل أوباما يوقعان عقداً مع نتفليكس لإنتاج أفلام ومسلسلات.